وإني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق. تكفير المعين، كأن الشيخ ما يرى تكفير المعين. البوصيري كلامه كفر في قوله يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا قل يا زلة القدم، فإن لي ذمة بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم، إلى آخر ما قال في البردة. هذا كفر، لكن الشخص قد يكون إنه ما بلغته الحجة، قد يكون ما بلغته الحجة، متأول ما بلغته الحجة، فلا يكفر حتى يقام عليه الحجة. فالبوصيري كأنه لم تقم عليه الحجة، الشيخ ما يدري عنه، فلذلك لا يكفر، لكن يقول هذا الكلام، هذا الكلام كفر. أما الشخص فإن كانت بلغته الحجة ولكنه أصر فهو كافر، أما إن كان ما بلغته الحجة فهو لا يكفر. لابد من التفصيل. نعم.